محمد اجيلك ما شاء الله، يعني انت صانع العاب الفريق. وطب كلمني عن البطوله دي، يعني انت اصعب الماتشات اللي كنت شايفها او لعبتها ايه في البطوله كلها؟ طبعا اصعب الماتشات احنا لعبناها كلها كانت الماتشات النهائيه، دي كانت اكتر الماتشات اللي فعلا فيها صعوبه، ان هم 3 ماتشات ورا بعض. اللي هم مين؟ كان لعبنا في الاول ماتش خالص لعبنا دجله، دجله والتاني ماتش لعبناه الزمالك وبعد كده الصيد. طب دجله بعد دجله يمكن حصل شويه اصابات كده صح؟ صح. انت كنت واحد منهم؟ كنت واحد منهم. ايه اللي حصل؟ لو اللي حصل كان يعني هو مع كتر اللعب الكتير وكده فبيحصل يعني زي اوفر تريننج في حصل اوفر تريننج في ركبتي والاربطه وكده. ركبتي الاثنين. حصل وجع رشح حصل ايه؟ ورمت يعني شويه مثلا ولا؟ لا ورمت كتير، وكان عندي التهاب في وتره الاماميه في رجلي الشمال. وفي ركبتي اليمين كان حاجات كتير، يعني كان منها برضه وتره الاماميه في ركبتي اليمين والغضاريف وكده. طب ويعني انت دلوقتي كويس الحمد لله، يعني الحمد لله رحت الدكتور وقال لك بس هي اوفر تريننج او تدريب زياده. تمام. يعني يمكن انت بتلعب 17 19 مره مع ده وتمرن مع ده ما شاء الله. طيب انت كلمني يعني انت على المستوى الشخصي انت لعبت 17 وفزت، طب مستوى يعني على مستوى 19 انت كنت بتلعب اساسي كمان. طب ايه المباريات اللي انت ما تنساهاش كمان الموسم ده مع 19؟ مع 19 ماتش الزمالك الفاينل، ماتش الشمس الفاينل بتاع القاهره اللي احنا كسبناه، ولا بس هو دول اكتر ماتشين اللي انا ممكن افكرهم كويس قوي. طب قول لي انت ابن الوز عوام بقى، بابا كابتن ياسر عبد المنعم كان احد لاعيبي النادي الاهلي، فكان بابا بيلعب مركز ايه؟ بابا كان معد زي لا بتهزر. طبعا ده هو اللي وجهه ولا ايه، ولا هو جاك كده ابن الوز عوام اسال بقى كابتن ولا يقول لك ولا ايه. طيب يعني انت لعبت عشان خاطر بابا ولا لعبت عشان بتحب اللعبه ولا يعني؟ ما انا برضو اصل الناس بتستغرب. ايوه يقول لك اصله يعني يطلع لعيب ويطلع زي باباه، هو ايه اللي حصل؟ هي جينات ولا الاب بيورثها لاولاده؟ يعني ايه اللي خلاك تلعب طايره وتتفوق زي بابا بنفس المركز كمان؟ لا هو يعني مثلا عندنا في البيت هو مش اللي هو مش بيغصبك على حاجه، هم سابوني براحتي انا اختار اللعبه اللي انا عايز العبها، بس انا حبيت ان انا عايز العب يعني العب زي بابا عشان كنت عايز اكمل مسيرته وان انا ابقى زيه بالظبط. برافو عليك. طب طبعا بابا اسعد واحد بالكلام ده دلوقتي على الهوا لو بيشوفنا، تلاقي بابا دلوقتي بقى الدموع والعياط. اكيد اكيد. هو كمان محمد بيلعب بلاي ميكر من الميني فولي، يعني هو من الميني فولي بيلعب بلاي ميكر، يعني طبعا بدون اي تدخل من والده خالص، هو الولد حابب ان يكون بلاي ميكر، شايف نفسه يبقى كويس ان يكون بلاي ميكر، فهو ما شاء الله من الميني فولي هو مركز في الموضوع ده ما شاء الله. بسم الله. طب وهتعمل بقى في المنافسه جاهز بقى بعد كده؟ انت عندك 17 بعد كده 19 وتخش على الدرجه الاولى يا وحش، جاهز المنافسه دي؟ ان شاء الله انا جاهز طول الوقت. طيب ومين مسك الاعلى قول لي؟ كابتن عبد الله عبد السلام مسك الاعلى. انا كمان مش انت لوحدك.